طيب باشمهندس ايمن امين ازيك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. طبعا حضرتك حاله فريده. ليه؟ يا حاله فريده دون جوان. يعني حضرتك اتجوزت كذا مره؟ يس. اتجوزت كم مره؟ انا مش هقول، انا مش هتكلم، انا هسيبك انت تتكلم. اربع مرات. دي الاربع جوازات. كان كمان في وقت كنا في علاقات ما كملتش الجواز، بس كانت طويله الامد، ففيها عشره وفيها معامله وفيها اهالي عارفين بعض. انا شويه اسلوب حياتي يمكن شويه اقرب للاتجاه المتفتح. طب انا عايز اسالك سؤال، هل الاربع جوازات يعني اللي انت اتجوزتهم ضميت زوجه على زوجه ولا لا؟ كل لا. واحده فيهم منفصله عن الثانيه، كنت دايما متجوز واحده بس؟ دايما. يعني انت كنت بتسيب عشان خاطر بتحس انه مفيش وفاق ما بينكم، ولكن مش عشان انت بتحب تتجوز او يعني هو هي الفكره كانت عندنا زمان انه انا عايز احب وعايز اعيش الحب والغرام والانطلاق والسفر والرقص. أيوة، الكلام الحلو الجميل والالعاب اللذيذه دي. طب ايه يا جماعه الطريق الى هذا الموضوع؟ ان نتجوز. ايوه. فاصبح اصلا الهدف الواحد بيتجوز علشانه اصلا. الحقيقه يعني واحد بعد بقى الوقت ما فهم كده، فهم انه ده مش سبب للجواز، اللي هو الحب والمشاعر والحاجات اللي بالزبط كنا دايما بنبقى متمسكين بيها. لا مش ده. فانت تخشي بقى العلاقه املا في انه يلا نطير بقى ونرفرف وبتاع، وبعدين تلاقينا الجواز. انا اطير في السماء. سوا هنرفرف سوا يعني، مش لوحدي. انما تبص تلاقي انه الموضوع غير كده. وبعدين الاوحش كمان انه كل الستات اللي يعني كنت بتجوزهم او كنا يعني تشاركنا في جزء من حياتنا كلهم على درجة عالية جدا من الذكاء، نفس الثقافة، نفس الفكر، ستات ممتازة يعني، واحد ما بيعرفش ناس أي كلام. لكن كنا بنغفل حتة مهمة جدا، هي إنه الجواز ده شغل، ده مش يعني أنت داخل عشان ترويح، لا ده هو أصلا وظيفي. وظيفي؟ طبعا علاقة وظيفية. ياه. الترويح ده بونس بتاعها اللي بيخليها تبقى سهله، يهونها شويه. ده الكريدت اللي بتاخده في الاخر يعني. اوفر. انا بلاقي الكريدت اصلا جاي في الوظيفه يعني. انت لما هو اساس الجواز ليه الناس بتمضي عقود؟ لانه هنا في اتفاق، في ادوار، انا هعمل كذا، انت هتعمل كذا، انا هشيل الحته الفلانيه، انت هتشيل الحته العلانيه، نكمل بعض. فده علاقه وظيفيه 100%. لكن لو وظيفيه بس بتبقى جافه وناشفه، ويبقى ساعات الصعاب بتاعتها بتقيل عليكي. أيوه. اما تحطي عليها بقى الشق الترويحي اللي هو الصداقه واللي هو الرومانس واللي هو السبيريتواليتي، العلاقه الروحانيه، انك عايز اللي قدامك ده يبقى احسن حاجه هو يقدر يكون. بعد خبرتك يعني التجارب بتاعتك، انت جربت كذا مره فاكيد دلوقتي عندك خبره، تمام؟ هل انه التكافؤ، لما يكون في تكافؤ في كل حاجه، تكافؤ اجتماعي، تكافؤ فكري، تكافؤ ثقافي، تكافؤ مادي، هل الحاجات دي ممكن تخلق حب بعد كده؟ يعني هل الحاجات دي ممكن كافية تتحول هي لحب؟ جميله وحلوه طبعا اساسيه. لكن غير كافيه. ان في حاجه اسمها تكافؤ جوازي. اللي هو ايه بقى التكافؤ الجوازي ده؟ دورك ايه ودوري ايه؟ الناس علمونا في الافلام زمان واحنا صغيرين ان الحب يعني ايه، طالما قلبي دق وطالما حسيت الاحساس. على فكره الافلام دي هي اللي بهدلتنا، هي اللي عملت فينا الشغل ده كله. كل اللي بيحصل فيه جدا ده حقيقي حقيقي. ايوه عبد الحليم. صحيح. اللي عمل فينا عمايل. صحيح. فهي الفكره انه لا، ودايما في الافلام العربي زمان كانوا يجيب لك انه ايه، انه النهايه اتجوزي. النهايه سعيده. طب ايه طب عملتوا ايه بعد كده؟ ما تعرفش. لو كانوا جابوا بعد الجواز ايه اللي بيحصل؟ مش هتعرفيش. صحيح صحيح. ده اللي احنا اتعلمناه. الافلام والاغاني واللازم منه. طيب اما تيجي بقى فعلا وبنشتغل كويس على التكافؤ العاطفي والصداقه كده بقى رائع، لكن تيجي تخش بقى على انه هل بنتفق انت دورك ايه وانا دوري ايه؟ لا. زمان ما كانوش بيتفقوا، لان الجواز الكلاسيكي كان كل واحد فيهم عارف شغله. يعني البنت متربيه انت دورك 1 2 3، الولد دورك 5 6 7، وكل واحد داخل عارف شغلته، مفيش كلام. وبعدين لما دخلت علينا الثقافه الغربيه والحياه المودرن، بقينا عندنا ثقافتين وحاصلين في نفس الوقت، اتفرج على افلام اجنبي، حلقات اجنبي، اغاني اجنبي، وفي نفس الوقت بنشوف اجدادنا. يعني بقى فيه بقى ايه زي ايه فرانكو اراب كده. فاصبح انا ممكن اكون فاهم الادوار بطريقه، وانت فاهميها بطريقه، استاذه شاديه فاهمها بطريقه، واحنا كلهم تحت مسمى واحد، جواز.
فنتجوز نتجوز نخش لا ده انا فاهم ان الجواز ان انت تعملي كذا كذا، لا لا ده الجواز ان انت تعمل كذا كذا. كل واحد يبتدي يشكل التاني زي ما هو عايز، ما حد يشكل التاني يعني ما فينا بتشتغل ما بتشتغلش يعني، ممكن حتى حد. لو مثل فتره مش هيقدر يمثل طول عمره، مش هيعرف. اللي عايز يغير نفسه غير نفسه، لكن واحد غير واحد لا صعبه. ها ما حدش طيب حد. بعد خلاص بقى رابع مره انت متزوج دلوقتي ليه؟ هي دي بقى اللي خلاص مرتاح ومبسوط وحاسس ان جداً. ان انت هتكمل في المره دي صح؟ يس. ليه الفرق ما بين المره دي والثلاث مرات اللي قبل كده؟ انا نفسي واحد تاني خالص اصلا. انت غيرت على فكره، علمت حاجات كتيره جدا، هو اخد اكسبيرينس كتير في ثلاث جوازات قبل كده. على فكره دي مشكله اللي احنا بنقوله على الكاميرا دلوقتي كده، في بنات كتير تقول لك لا انا عايز خلاص، انا عايز واحد بجرب تقريبا. هو ده صح، احنا ممكن نعمل كده للشباب على فكره. ما هو امال ايه الحلقه اللي انت عاملاها دي ليه؟ الهدف من الحلقه بتاعتك ان الناس تسمع، ان تدي الخبره للشباب الصغير، يبقى هو كانه مر بالتجربه صح، فيقوم هو داخل يحب او يتجوز يبقى عارف هيعمل ايه. بتحب تسمع من قصص ناس قبل كده مر بنفس التجربه اللي هو بيعيشها، عشان ما بيحبش يسمع مامته هتقول له ايه او باباه هيقول له ايه او حد بيحسسه ان انا بعلمك او انا، هو عايز يسمع بحد مر بنفس التجربه اللي هو بيمر بيها دلوقتي، يشوف هو ايه اللي حصل معاه. في ناس بتحب تمر بالتجارب عشان تتعلم، ما ينفعش اللي انت تربي للاسف لو التجربه سيئه بنخسر من وقتنا وعمرنا كتير. عنصر التجربه الشخصيه عنصر اساسي، مهما تعلمتي نظري كل ده حاجه لازم والتجربه ولازم تقبلي ده جزء من الحياه. في ناس بتدفع ثمن في الاخر، في ابناء وفي يعني مش انا لو الواحد بيدفع الثمن لوحده مفيش مشكله، لكن دايما بيكون في ضحايا غيرنا، فلازم ان احنا نفكر فيهم. يعني لازم قبل ما اي حد يروح يتجوز يفكر ان انا هخلف منها يا جماعه، وهي تفكر هو هيبقى ابو اولادي، هل هو يصلح ان هو يكون ابو اولادي؟ هل هيعلمهم حاجه مفيده؟ هل هيتباهوا بيه يتفخروا بيه قدام الناس؟ مش شرط يكون مستواه المادي عالي، لكن اجتماعيا يتفخروا بيه، انا ابويا كويس معايا، طيب معايا، بيعلمني حاجه مفيده. صحيح. حتى لو هو عنده نقص دي، لكن صحيح. هو عنده استعداد انه يتطور، ده صحيح. مهم جدا. بس بيقابلك مشكله في الحته دي. الحب الرومانسي احنا كلنا جربناه ولقينا الحقيقه هو رائع، انه القلب لما بيدق والجنون والفرح. بس على فكره بس ما ردتش عليا برضه. طيب اتفضلي. ليه في رابع مره كان ايه اللي مختلف فيها؟ انت قلت لي انه انت اتغيرت شخصيتك بقى، نفسك اتغيرت. العقلانيه، انت بتحط بلان، بتقول اللي قدامك انت متوقع مني ايه؟ وانا متوقع منك ايه؟ ويا ترى هل انا هقدر اعمل ده ولا مش هقدره؟ اولا انت كمان في خبرتك مش بس بتفهم العلاقات والاخرين، تفهم نفسك. ايوه. تفهم انت بتحب ايه، ما بتحبش ايه، بتحبه ازاي، تقدر تستحمل ايه. فاتكلمتوا بقى بصراحه. يعني قعدتوا مع بعض واتكلمتوا بمنتهى الوضوح، انا صحيح. بحب كذا وهي قالت لك انا بحب كذا. صحيح. فدخلتوا بصراحه من الاول، وكنا حريصين من الاول انه ما ننزلقش الى الفرحه العارمه بالكيمياء والرومانس، لانها هتمنعنا ان احنا نقدر نبص لبعض البصه مش النقديه لكن التحليليه. يعني هي كانت جوازة عقل؟ الحب الحقيقي كله عقل، الحب الحقيقي كله عقل. طب مفيش كلام. ازاي؟ ازاي دي مهمه. طبعا الانجليزي يقول لك ترو لاف از مايندفول، يعني الحب الحقيقي عقلاني. ها. طبعا. وخلي بالك الناس اللي بيعيشوا مع بعض حياه ناجحه ويقدروش يعيشوا من غير بعض ده لانه تجربتهم ناجحه، ولانه بينهم تعاون وبينهم تآزر وبينهم سند شغل، ده كل ده كميه شغل جامده جدا، والشغل عشان يطلع مظبوط لازم يبقى عقلك بتحكمه. وده حصل معاك في رابع مره. yes. ده كان كله موجود. الحب جه بعد كده بقى فيه دلوقتي حب رائع. ياه. طبعا. بس نوع، خلي بالك هي كلمه واحده، هي هما نوعين رئيسيين. بس يعني اللي انت بتقول عليه دلوقتي ده بالنسبه لي انا بشوف انه ده الترو لاف، ده الحب الحقيقي. ما اعرفش ده لانه هو ده اللي انا مش هقدر اعيش من غيره. التاني كمان بيسموه ترو لاف، لان داخل فيه العقل والقلب مع بعض. بس عندك حق، هو لو انا هختار واحد بينهم اسميه ترو لاف، طبعا هو اللي تقولي عليه ده اللي هو الاعمق، العشره والموده والرحمه. على فكره الكلام ده بنقوله كده، ولكن هو معانيه لو الناس ركزت فيها وفهمتها عميقه جدا. هو مش بنقول موده ورحمه كده يا جماعه وخلاص، لا هو موده ورحمه فعلا ومواقف وثوابت اثبتت لي ان هو ده اللي انا ما اقدرش اعيش من غيره، والعكس كمان. بس محتاج عقل ومحتاج شغل ومحتاج مثابره ومحتاج تحمل ومحتاج تنازل. ولازم الرجاله تفهم كده والستات يفهموا كده، انه محتاجين نشتغل على بعض، محتاجين نشتغل على نفسنا عشان اقدر ان انا انجح العلاقه دي. هو شغل زي ما انت قلت كلمة عجبتني جدا، ان هو شغل فعلا وظيفة. طيب